جينا مع نواش خليل والواقع حاني شريها لقيتها خامر ها وكان الخامر أسعار الخضر في أسواق ولاية الوادي وصلت إلى مستويات قياسية هذه الأيام، خاصة الطماطم والتي لم ينزل ثمنها عن 150 دينارا للكيلوغرام. هذا الوضع خلف حالة من التذمر بين المستثمرين وحتى الباعة في ظل رداءة المنتوج. عندنا ثلاثة أيام هنا الطماطم ما كانش غير اليوم وشريت كيلو بعشرين ألف، تشوف هكذاك غلاء 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 كبير. الطماطم اي حاجه، اي خضره بانواعها، مش غير الطماطم. الطماطم اللي تروح لها غاليه، البطاطا 7000، ما تشافش ذا اللي كانت ب 3000 وب 4000، الجريوات ب 11000 12000، اللي كانت ب 4000 5000، السلطه ب 10000. سبب الغلاء تاع الطماطم قله الانتاج من المحصول، والطماطم هي الحاجه الضروريه في المنزل. ورغم ارتفاع الأسعار إلا أنه لا حيلة لدى العائلات سوى اقتنائها بحكم أهمية الطماطم في المطبخ. بالنسبة للطماطيش هي لي بلان تاعنا، الاستساغ في لي بلان تاعنا ما نقدروش نستغنوا عليها. بوغ لو مومون راهي غالية شوية، طالعة لي بري تاعها راهو طالع. هذا ويتوقع تجار الخضر أن تشهد أسعار الطماطم بشكل خاص تراجعا ملحوظا مع بداية جني المحصول من مزارع ولاية الوادي.